خد بالك من نفسك، وأول ما تمسك الشغل اطمني. لو لقيته مش قد كده اصبر لحد ربنا ما يفركها. عندي أمل الظروف تتغير في المصنع واشوف لك شغل معانا هناك. يا بدعي بس المصنع عندك انت ما يتقفلش، وانا في الاخر ادور لك على شغل. يا ساتر على لسانك يا اخي، طالع لابوك صحيح. بقول لك يا حاج، بلاش تحبكها زياده عن اللزوم في موضوع شافع. بنتك عندها عيال، وشافع ده راجل حويط، واوعى تفتكر انه ما رماش الحاجه لحد ما يطمن ان انا ما افتحش بقي خالص. اطمن، اول ما تخلص قعدتي معاه هكلمك. انتوا ايه حكايتكم؟ ما زهقتوش من الودوده؟ في ايه المره دي؟ مفيش ياما، كان بيقرا لي آية الكرسي في وداني. يا سلام، وهي سر يعني ما يعلي صوته وهو بيقراها؟ اما انا مش عاوزك تعرفي انه نازل. انت ما بتحبيش لحظات الوداع؟ لا المره دي هودع، اصل انا بصراحه مش قادره اسامح نفسي اني بهدلتك قوي. ودي كانت بهدله بس ياما، ده انا اتمرمطت في الاوضه جوه كده اهو. طيب يا ابن الكأ ابن كامل الاوصاف. ايوه كده، اعدلي نفسك. بقولك ايه يا حبيبي، خلي بالك من نفسك وابقى تدفى كويس بالليل. حاضر. ها احسن البحر غدار وقرصته ساقعه قوي. وخلي بالك من احمد اخوك، حطه جوه نني عينك من جوه. قولي لاحمد هو اللي ياخد باله مني، اسكندريه دي ملعبه يابا. طيب، وابقى اقسم بقى معاه الكحك والليمون المعصر، ما تسمسرش، اقسم بذمه وضمير حكم انا عارفاه. ما خلاص ياما بقى، انت مخلفه هجام عشان تحرم تسيب امك تاني ان شاء الله حتى في الابلكاشات. مع السلامه، خلي بالك من نفسك. حاضر يا ام. عين الله ترعاك يا ولدي. لا اله الا الله، محمد رسول الله يا ام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا رب يحميكوا يا ولدي ويخليكوا ليا وما يدرونيش فيكوا ابدا يا رب. واحد الا ايه يا محمود؟ ايه يا محمود؟ في هو انت حد مسلطك عليا عشان تقطع عيشي؟ الاول ولعت في المركب ودلوقتي جاي تضيع السناره؟ في ايه يا محمود؟ انت عايز مني ايه؟ تقولش السناره شقطت لك نص السمك اللي في البحر ده، انت تلاقيك ما طلعتش بشريه يا حد، مع ان امك قايله لي انك طالع من الفجر. امي؟ انت اللي وداك عند امي؟ انا اللي غلطان، انا كان لازم اقول لها ان انت اللي ولعت في المركب عشان تولع فيك وارتاح منك. اصيل يا سالم اصيل. اتاري الست اول ما شافتني قعدت تبوسني وتحضني، دي حتى سالتني على 20 جنيه سلف. يا نهار اسود، اوعى تكون اديتها محمود هتجيب بيهم ترامادول. عيب، وانا هطوح عن امك، انا نفحتها مياه حته واحده، مش احسن ما تنحرف يا سالم؟ بس يا عم بس انت جاي عايز طولك وجاي تعايرنا، مياه ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ انت عارف المركب اللي انت حرقتها بكام؟ ماشي يا سالم، وادي يا عم 200 جنيه كمان لاخويا وحبيبي سالم، اظن كده نبقى خالصين. خالصين ايه يا عم؟ 300 جنيه اللي انت جاي تتكلم فيهم دول، انت عارف المركب اللي انت حرقتها دي بكام؟ انا غلطان، ولا 100 ولا 200، مفيش فلوس خالص يا سالم. خلاص يا اخي، ده انت حنبلي قوي. ايوه كده، تصدق كنت هزعل جدا لما كنتش خدتهم. حبيبي يا سالم، والنعمه حبيبي. شعره من دقن الخنزير. انت بتقول ايه يا ابني؟ لا ما بقولش حاجه يا اخي، ما بقولش حاجه. بقول لك تروح بورسعيد تاني؟ لا خلاص، مفيش بورسعيد تاني، لقمه العيش ما لفقتش هناك. انا هطلع اسكندريه. يا فرج الله، اسكندريه؟ هو التعيين بتاع الجامعه جه؟ تعيين مين يا عم؟ ما انت عارف اللي فيها. جات لي شغلانه في ورشه ميكانيكا هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. ذنبهم ايه الناس بتوع الورشه اللي انت هتشتغل عندهم؟ وليه الغلط؟ ولا ما بس يا اخي، ما انت عارف البوق اهبل. قول لي بس، وحياه ابوك يا محمود، شوف لي معاك اي شغلانه في اسكندريه. اديك شايف حال مؤشفر والدنيا ناشفه. انت تؤمرني بس يا سالم، ها؟ تؤمرني، بس انت عارف اسكندريه كلها صيادين، ومانع الصيد شغال هناك زي ما هو شغال هنا، وانت حمار ما بتفهمش حاجه في الصيد، حتى المهنه اللي ورثها ابا عن جد ما بتفهمش فيها حاجه. لا 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 لا، ليه الغلط ده يا عم؟ انت هتدينا 300 جنيه هتقف تزلنا بيهم؟ طب اقعد يا نهار. يا راجل اسكت بلا، دي معرفه يا راجل. اقعد. انا عايز اوعى يا عم، مش عايز اعرفك تاني. انا عايز اكلمك يا هتوحشني يا ابن اللذين. يا حسين حالا هكون عندك. يا سيدي ما كانوش كلمتين، الراجل بينصحك لوجه الله واديني النصيحة. على عيني وعلى راسي يا حسين، بس هو محسسني ان في ازازتين خمرة تحت باطي ومزتين على حجري. استغفر الله العظيم، تموت وتكبر المواضيع يا حودة. كل ما هنالك ان الراجل صاحب الورشة اللي انت رايح له بيحب يشغل الناس الملتزمة، فما فيش مشكلة انك تلتزم يعني. ما انا متنيل على عيني وبجري على لقمة عيش اهو، هو في التزام اكتر من كده؟
اقول لك على حاجه، خليه يروح ينصح الجامعه تقطع تقرير الامن بتاعي وتعينني واخد حقي. بلاش يا سيدي، خليه يروح يقنع اهل شيرين ان هم يجوزوني بنتهم من غير ما يعرفوني. خلاص حال البلد كله اتصالح، مفيش غير حال محمود هو اللي مايل. لا ما تقلقش، كل حاجه هتبقى تمام باذن الله، بس خلينا نلحق وقتنا. الموقف يا اسطى، يلا بينا. توكلنا على الله. استناني يا اسطى ثواني وراجع لك. شفت بقى انك غلطان وان انا اقدر اعيش من غير ما انصح حد؟ اديني استحملت الزباله اللي كان مشغلها طول السكه وما فتحش بوقي. على انا يا حسين الكلام ده؟ طب ايه رايك ان انت مخليه استناك عشان طول ما انت راجع في الطريق تهرينا صايح لحد ما يولع في الكاسيت اللي بيسمعه ويحرق التوك توك بتاعه؟ وانا مش فاهمك. بص يا عم عشان ما تفهمنيش غلط، طول ما انت بتنصح بالحسنى من غير ما تنزل على حد انت حر. بعدين خلاص بقى يا حسين، انا خدت يومك كله. سلمني على هدى وجرم العياد. سلام لحسين. اشوف وشك بخير يا حوده. الله يخليك. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. اوعى تنسى نصايح الحاج اسماعيل. انا ناقصك. اطلع يا اسطى اطلع. بلطية ايه وسمكة ايه؟ مش تتقي الله. ايه النيلة دي؟ محمود؟ ازيك يا محمود؟ ازيك يا شيرين؟ ازيك يا طنط؟ عايز ايه يا محمود؟ مش كفاية اللي عملته فيها؟ عملت ايه بس يا طنط؟ لا اله الا الله. انت عايز تفهمني انك ما بتعرفش ايه اللي حصل لها؟ ام عماد قالت لي على كل حاجه، وقالت ان امك عارفه كل حاجه وعماله تتكلم في الموضوع. مفيش حاجه بتستخبى يا محمود. رايحين ودوني للشيخ يا محمود عشان يطلعوا العفاريت اللي عليا. احسبوني ملبوسه. ما تكلميش معاه وتعالي هنا. امشي يا ابني الله ليسيئك. ابوها راح يجيب حاجه من الكشك، ولو جه لقاك واقف هنا بتتكلم معاها انت عارف لسانه مش هيسكت وهيفرج علينا الخلق. انت كويسه يا شيرين؟ اتلمي يا بنت شويه. كنت عارفه ان انت هتسالني السؤال ده. حلمت بيك وانت بتساله لي يا محمود. انا عارفه ان انا مش هون عليك. بعدين بقى في الفضايح دي يا ربي. امسكي نفسك شويه يا بنتي. امه في ايه يا محمود؟ عايز مننا ايه يا اخي؟ ما تسيبنا في حالنا بقى. خش العربيه. حاضر حاضر يا اخويا. خش يا بنت. خليك فاكرني يا محمود والنبي. يا بنت ادخلي. خشي بقولك. ادخلي. ابو شكلك. خشي. حاضر حاضر اهو.